الحمد لله وسبحان الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لم يكن له ولي من الذل وأكبره تكبيرا، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله والداعي إلى الله بإذنه أرسله الله للعالمين رحمةً بشيراً ونذيراً، وأشهد أنه رسول الله بلغ الأمانة وأدى ما أنزله الله إليه، فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين والذرية الطيبة والعترة الشريفة والخلفاء الميامين وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى بعد تلك الآيات: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. الخلق عندهم أعظم من الخالق، ويهابون الناس أكثر مما يخافون الله، يخافون من الفضيحة بين الناس فيستترون منهم، لكنهم لا يستحيون من الله سبحانه وتعالى. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم مطلع عليهم، شاهد على أحوالهم، حفيظ ورقيب على أفعالهم، وهو القائم على كل نفس بما كسبت، وهو بكل شيء محيط، وهو معكم أينما كنتم، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر، إلا هو معهم أينما كانوا. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون. التبييت هذا التآمر بالليل، كانوا في الليل يعملون، يخططون، يتآمرون لينفذ بالنهار، وهكذا المنافقون يفعلون دائما، يبيتون في الليل ما لا يرضى من القول. وسمي الفعل والقول فعل من الأفعال، وهكذا للسرقة ولاتهام الأبرياء، وماذا نقول وبماذا ندافع، وإذا حدث كذا ماذا نعمل؟ يبيتون ما لا يرضى من القول، ويدبرون مستترين بجنح الظلام عن الناس، مستخفين بالظلمة لأجل أن لا تحدث الفضيحة. وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، وكان الله بما يعملون محيطا. ولما كان بعض أقارب هؤلاء المنافقين من المسلمين يمكن أن ينافعوا عنهم عصبية أو خشية الفضيحة، قال الله تعالى لهؤلاء المسلمين: ها أنتم جادلتم، ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة؟ أمن يكون عليهم وكيلا؟ فإذا قمتم بالدفاع الآن خشية عار أو فضيحة أو عصبية أو حسن ظن بناس لا يستحقون ولا يستاهلون حسن الظن، ها أنتم جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة؟ عندما تبلى السرائر وتظهر المخفيات ولا ينطق أحد إلا بإذنه ولا يشفع أحد إلا بإذنه، فكم هو مخزن ذلك الموقف للظالم يوم القيامة عندما يقف بين يدي الله مفضوحاً، ولا يستطيع أحد أن يدافع عنه، ولا حتى هو لا يستطيع الدفاع عن نفسه، بل تفضحه أعضاؤه وجوارحه، تشهد عليهم أيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون، وتنطق جلودهم بما كانوا يعملون.
ومع كل هذه الفضيحة لهؤلاء المنافقين وكل ما حصل، دعا الله تعالى هؤلاء للتوبة فقال: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. الله عز وجل لا يعاجل بالعقوبة لأنه حليم، ويعطي العباد فرصة ليتوبوا قبل الموت. ومع كل ما حصل من الجريمة الكبيرة في السرقة واتهام الأبرياء وتأليب الناس للدفاع عن ظالم، ومع ذلك فتح لهم باب التوبة. قال: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. جاءت امرأة إلى عبد الله بن مغفر رضي الله عنه تقول إنها تستفتي عن امرأة زنت فحملت سفاحا، فلما ولدت قتلت وليدها، ماذا لها؟ قال: تسأليني ماذا لها؟ لها النار. فولت تبكي، فدعاها، فقرأ عليها قول الله: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. قال: ولا أحسبها إلا أتت بأحد هذين، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه. فمسحت عينيها وولت. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، فلو استغفروا لغفر لهم. وقد وعد الله ولا يخلف الميعاد، يجد الله غفورا رحيما، يعني سيجده كذلك، لو فعل لفعل الله له بلا إخلاف. وهذه البشرى للمذنب التائب النادم المقلع العائد، أنه إذا استقام سيجد الله غفورا رحيما. ثم قال عز وجل: ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. فوباله عليه هذا الظالم، وضر ذنبه على جنبه، وخزيه وعاره على نفسه. ولا تزر وازرة وزر أخرى.